القلم والفرشاه. في حدا رح يرجعني للعالم؟ آية اهلا. صباح الخير. صباح النور. تفضلي. كيفك يا آية؟ الحمد لله. وانت؟ احنا بخير ومبسوطين كثير فيك ومنورتينا. وصباح الخير. كنا قاعدين بنحكي عن عالم الرسم وفن الرسم وقد ايه هو عالم واسع ومليء. يمكن انت كرسامه عندك تجربه خاصه بعالم الرسم، احكي لنا عن تجربتك. تجربتي بلشت معي من عمر 6 سنين لـ 7 سنين، لما كل بنت وكل طفل بشكل طبيعي يمسك اللوحة البيضة ويرسم البيت والعائلة الصغيرة والشمس ذيك الدائرية. ومن هناك بدأت القصة. صرت أشوف نفسي إن أنا إنسانة عندي موهبة، ألام الشيء فيها أقدر أبدع فيه. فبدأت من هناك المرحلة، وأهلي نموا ذا الشيء وصرت أدخل معاهد ودورات وأبدع فيه. بس في فرق، في كل واحد صار يرسم يقول انه هو فنان، بس هذا غلط. انه الفنان هو شخص ابدع وانجز ووضع بصمه، بس الرسام يختلف هل هو يكون هاوي ام بس يرسم اشياء مع نفسه او ينميها، في اختلاف يعني. مزبوط. هي بدي اول شيء تحكي لي عن تجربتك، بدايتك مع الرسم، كيف بلشت ومين شجعك؟ يعني احكي لي القصة من البداية، من طقطق للسلام عليكم. أنا بديت قلت لك من 6 سنين لـ 7 سنين، كنا في الكيجي بعدين صف أول المرحلة الابتدائية. كنت أرسم كل وقت يعني أكون فيه أرسم، بس طبعاً إحنا يعني عائلتي أنا مليئة بالرسامين والموهوبين. يعني عائلة فنية. عائلة فنية. فكنت كل ما أرسم شيء يعني ما أظل مع نفسي، أروح أوري الأكبر مني ها كيف يلا كيف الرسمة، قولوا لي وش رايكم. فبدأت من هناك، صرت يعني أكسب خبرات ونفس الوقت أتعلم، هم يعلمون شيء وأنا أعلمهم شيء ثاني. فصرت أطلع لوحات وشارك مسابقات، صارت ناس يشترون معي لوحات، صرت أصير روحي فنانة. فمن هناك بدأت القصة. ما في منا ما يحب حصة الرسم اللي كانت في المدرسة طبعاً. إيه أبدع فيها. ساعتين أنا كاتب. عاد لو ودي أدرس طول اليوم رسم ما أحضر كلاسات ثانية. أنا نفسي كنت أحب حصة الرسم، بس أنا كنت أبدع دائماً بالألوان المائية، أنا كنت أقدر أدمج بين الألوان. أنت شو الألوان دائماً تحبي ترسمين فيها؟ القلم الرصاص أو الشمعي أو الأركليك؟ أنا أتكلم عن نفسي، أنا ما أتقيد بشيء معين، ما أتقيد بأساس فني. أنا ما أحب أتقيد بقواعد معينة، عشان هني بيوقف عندك الإبداع. صح. لازم تدور أدوات مختلفة، أساليب، تتعلم أشياء جديدة عشان تلامس يعني المجتمع اللي حولك، ويعني يكون معك معجبين من كذا فئة، مو بس تتجه في شيء معين عشان تبدع فيه. زين آية، أنت قلتي توش أنت في عائلة فنية، عندكم إيه؟ وايد بالعائلة يحبون الرسم. صح. بس إحنا بعد نقدر نشوف في مواقع وايد أو في على اليوتيوب أو في فيديوهات تعليم الرسم. هل لجأتي يمكن للسوشيال ميديا أو للكمبيوتر لتعليم الرسم بعد؟ إيه في مواقع. لجأت لف المرحلة المتوسط. كنت دائما أشوف فيديوهات، وطبعا على الواجبات اللي يعطوني اياها مال الرسم، وابدع فيها، اجيب شيء يميزني. ما احب اني اكون نفس الباقي، يعني اضع بصمتي مثل ما يقولوا. فبالنسبه لعائلتي عندك ابوي يعرف يرسم، خوالي كذا يعني مجموعه. بعتقد الشخص اللي طالع من بيئه فنيه اكيد راح يطلع فنان. يعني بعتقد كمان يمنى انه شفتي يعني هذا مثال انه الاهل بيلعبوا دور كبير في تنميه مواهب الطفل. أكيد، وبالأخص مش بس الأهل. أمجد بنشوف آية في دولة الإمارات، أنت قلتي دخلتي معاهد كتير وخدتي دورات كتير، بنشوف المعارض اللي موجودة في الدولة ودعم الدولة للفنانين، أنه يعني في الحي السركالي أعتقد في كذا مكان، وحي الفهيدي في دبي، بنروح بنشوف معارض في الشارع حتى الفنانين عارضين لوحات، واللي رايح واللي جاي بيشوفها. قد إيه ده بتحسي أنه هو داعم ليكي من دولة الإمارات وحكومة دولة الإمارات؟ طبعا كل فنان يحتاج من يدعمه، ما في احد عنده محتوى وما يحصل احد حوله، هو ما قاعد يبعد يعني يبدع في الشيء. لما انت يكون عندك محتوى وتحصل ناس تسمعك وقادر تبدع فيه، كل واحد يعني الفن مجال عريق وفي كثير من الاقسام والانواع، فكل واحد يختار الشيء اللي يميل له عشان يبدع له. والناس يعني كل ما حصل شيء انه هو قادر يبدع فيه، في ناس تسمعه وتشوفه، اكيد بيحصل دعم اكيد. يعني المهم انه يكون مميز. تقصد مميز؟ بالضبط. ممتاز. بس هي بتساعد كثير اعتقد انت كفنانه، بتساعدك المعارض. يعني تخيلي مثلا انا فنانه عندي لوحات وما حد قادر يدعمني ولا قادره اطلع منه موهبتي، بعد مرور سنه سنتين انا بترك ذا الشيء. بس لما نكون هناك في معارض، في جهات رسميه تدعم الموهوبين وتحط لهم معارض، راح يعني بتكون له وظيفه، بحس بثقه، بيكون انه هو قادر عنصر فعال في المجتمع ومع نفسه ومع بيئته بالضبط. طيب آية، كوني انا هاويه
وبرسم من وقت للتاني. بعرف قديه يمكن الرسم او تفريغ شحناتك باللوحه بيكون له تاثير كثير حلو سواء لك او على اللوحه. قديه بتحسي انه انت لما تكوني متضايقه وتيجي تفرغي طاقتك باللوحه بيطلع معاكي شيء بتوصل للرساله واضحه باللوحه وبنفس الوقت انت بتتخلصي من الشعور السيء خلينا نقول. شوفي انا عن نفسي اتكلم انا يعني صفحتي البيضاء ورقه البيضاء او لوحتي هي لسان. ايوه يعني ساعات برسم طفشانه بيطلع معاه شيء ثاني على طول ما حط شيء في بالي. ساعات انا عندي فكره ابي ارسم عشان كذا سموا الفن انواع. عندي يعني ارسم شيء مجرد شيء من الواقع شيء خيالي شيء نفسي. ساعات انا متضايقه امسك الالوان او حتى مو بشرط ادوات معينه. الرسم ما يأيدك بشيء معين عشان تبدعي فيه. ساعات بيدك تمسك الالوان وترسمي بيدك تطلع معك لوحه وتنباع ساعات بمبالغ وانت تحسبيها شخبيط ويعني اي انسان يشوفه عادي ما يعرف بالفن يقول وش هاي مزق الالوان يعني شيء عادي بس صحيح. بالنسبه للفنان هي شيء وايد جميل ويعبر عن نفسه. يعني انا يعني ما عندي وقت معين ارسم فيه. ساعات مضايقه ساعات فرحانه ساعات عندي شيء ابي اقدمه. انت عجبتيني آية لما حكيتي عن تنوعك وما شاء الله يعني هذا دلالة على انه انت فهمانة شو بتعملي على المدرسة الواقعية التجريدية يعني مدارس الفن التشكيلي. نحن على الشاشة بنشوف بعض من اعمالك يا ريت تشرحينا عنها الصورة ورسمتيها متى وكيف اظن هاي الفنانة احلام ولا لا دي فنانة بثينة ممثلة بثينة الرئيسي لا مو بثينة الرئيسي هذه فنانة ممثلة عمانية. شوف هذا ما يعتبر ان يعني ما يعتبر فن يعني ما في ابداع لان انت بتشوف شيء وبتطبعه بلوحتك كانه طباعه يعني شيء مرئي. انا كان عندي طبعا اكاونت ثاني وكنت فيه لوحات وما شاء الله بس لما يجوك ناس يرسمينها ما ترسمين هكر حسابك فكذا صار. فهذا حساب ما في كل لوحاتي. انا عندي لوحات كثيره ومن اصناف متعدده يعني من الفن بأنواع تجريدي رومانسي وإحنا يعني أيه كمان حبيت في الصورة اللي موجودة معانا على الشاشة تدخل أنتي مدخلة أعتقد حروف أو كلمات يعني أنا حاسة إنه في ميكس كده حباكي أنتي تشرح لنا عنه. هذا الفن تجريدي يتجرد من القواعد يعني هو كشكل يعني شكل صقر وانتي تبدأ تزخرفي فيه يا زخارف إسلامية يا زخارف خيالية يعني ما تتبعي أساس معين في الرسم. هذا يسموه من وحي الخيال يعني ما انتي مستحيل تشوف كذا صقر طبعا كذا ألوانه صحيح. بس هذا يعني نظرة الفنان في لوحته حلو بس بحس دعاء أنها بتكون عايزة توصل رسالة معينة من خلال الموضوع ده مزبوط. ساعات بيكونوا واجد ناس مشهورين أو عندهم شيء يقدمونه بس ما كلهم جالسين يقدموا نفس المحتوى ولازم نتقبل أوجه النظر الموجودة بشتى ألوانها بشتى الطرق اللي تنقال. مثل عندك الانستغرام في الأكاونت في حد يسب في حد يمدح في حد وايد عاجب الشيء اللي انت تقدميه وفي حد اصلا ما مقتنع يقول هاي شخبيط انت جالس تسوين. فعشان كذي يعني انا عاجبني اللي انت بتسويه آية لانه في على اللوحة او خلينا نقول على الشاشة لوحة يعني خارقة للعادة انا بعتبرها كثير حلوة وكثير دقيقة يعني صح. انت تقدري تسخري الكتابة والخط العربي لتعملي هيك لوحة وملامح الحصان انا بالنسبة لي واضحة فيها كثير مع اللجام. من وين اجتك الفكرة وليه اخترتي يمكن اللغة العربية بقلب الحصان؟ هل لانه انت بدك توصلي انه الاحصنة مثلا لها اصالة عربية معينة؟ بالضبط. طبعا هاي الفكرة احنا تدرس معانا في المنهج يعني من ايام الثانويه شيء بندرسه. فانت قاسه تبدعي انت نفس الوقت تدرسين خط عربي بس هنا الفن يظهر كيف قاسه يعني تقدمينه للمجتمع. في ناس بيكتبوا على خط عادي وما بيلامس الكل في ناس بترسمه وبتشكله على اشكال ثانيه مثل الحيوانات الموجوده معانا يعني كعرب عندنا الخيول والصقور والنمور وهالاشياء فهم قاسين يخطوا عليها الخط العربي عشان توصلي انت لوحه فنيه بس بالخط العربي. انت جالسه تبدعي في مجال بيئتك ومحتواك ما شاء الله. بس آية عرفنا انك خلصتي برسم لوحتك اللي عجبتك يعني كاتب عليها خلصت. اي هذه من ستوري. بتشاركي ما شاء الله يعني رسماتك على السوشيال ميديا. اي بشارك وواجد يعني مسابقات ومعارض وما يعني ما عندي هذا الاسلوب انه انا خلاص
ما بأكمل لأنه والله فلان ما عجبه شغلي ولا هذاك ما لامس الشيء اللي أقدمه. دائما عندك يعني لازم عندك شيء تقدمه تكون واثق من خطاك عشان ما يأثرون عليك اللي حولك. كم يوم عندك وقت تقريبا في الرسمة مثل ما شفت الحين كتبتي خلصت؟ حسيت انه بوقت قصير صار؟ اي وقت قصير هذا لانه الشيء انت ما تتجرد بشيء معين يعني ما عندك قواعد عشان كذا انت بترسم وبتخلص بسلاسة. لما يكون مثلا عندي رسمة شخص لين ما حددها نص ساعة لين ما اخلصها ساعة فيفرق من لوحة للوحة وش المحتوى اللي انا جالسة ارسمه في اللوحة. بس اي بتحاولي انك انت تحولي مثلا نشاطك الفني ده الى بزنس مثلا شو بالضبط؟ هذا اللي جالسة اسوي، تقدري تستفيدي منه في نفس الوقت. ايه هذا اللي جالسة اسوي، انا ما وقفت عند ان انا اكون هاوية للرسم او للفن، انا الحين جالسة اتخصص وادرس ستيب باي ستيب خطوات الفنية والمدارس الفنية عشان انا اقدر ابدع في مجالي ولما اقدم محتوى انا اكون فاهمة فيه يعني عارفة وش جالسة اقدم. حلو حبيت. شكرا. الفكرة انا لمست في لمست في في رسماتك آية انه بما انك رسمتي للفنانة بثينة بتحبي تبرزي يعني جمال البنت العربية خاصة بالرسم. احيانا لما نسأل الفنانين بيحكي لك انا بحب ارسم الشخصيات اللي ملامحها حادة عشان ابينها وابرزها. صح. قديش بتعيشي مع هالتجربة يعني مثل هاللوحة اللي موجودة معنا بالسكرين؟ دائما انا لما اجي ارسم اشخاص اختارهم بعناية عشان انا ما يعني عندي ذيك الموهبة الكافية ان انا ارسم اي شخص، لا انا مقتنعة بالقدرات اللي عندي وجالسة اتعلم ان شاء الله اوصل لمرحلة ان انا ما يوقف شيء قدامي وابدا ابدع في كل شيء. بس الملامح لما نختار ملامح حادة واضحة ومرسومة صح ما شاء الله يعني انت تقدر تبدع فيها تبرزها اكثر تسهل عليك يعني الخطوات عشان كذا بس. حبيت كلامك عن رسم الملامح وانه انا عارفه قدر نفسي، لا انا لسه محتاجه اكتر اتدرب عشان هدفي يكون ما توقفش حاجه ابدا قدامي. بس حباكي تشرح لنا الصعوبات او التحديات اللي بتقابلك. اول حاجه كان انت فنانه بالتاء المربوطه. انا رسامه مش فنانه. انا رسامه حاجه كبيره مره يعني تتعدى. ما شاء الله فنانه انت على اللي شفناه تقريبا. شكرا. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا من داخل. حتى الانسبريشن مالك انا حسيت انه يلمس المراه العربيه اكثر قريب للنقش الحنه تقريبا. إيه حسيت فيه وطرح فنان. انا احب ارسم بس الحين ما جربت الرسم. كمان آية حابه انك انت تكلمين عن الصعوبات اللي قابلتك او الاشياء اللي انت تجاوزتيها بشكل عام في مسيرتك اللي انا شايفاها لسه صغنونه. إيه انا انسانه مثل ما يقولوا حارب نفسي اتحدى نفسي يعني انا مستحيل مسكت الاقلام وعلى طول رسمت انسان قدامي وخلاص طبعته مثل ما هو، لا اصلا ما في يعني ما في تقنية اللي أنا أقدر أرسم الشيء مثل ما هو. بس أنا جالسة يعني أول بداية ما ضبط وجالسة أتحدى نفسي وأعيد مرة واثنين وثلاثة ما في شيء يضبط. بس لازم إحنا ما نستسلم يعني ما في واحد والله موهوب أو عنده محتوى على طول يوم نجح ده يعني في واجد صعوبات كأدوات ناس تتعلم منهم ما تحصلي ساعات المحتوى اللي في يدك تبحثي زيادة تسألي ناس هذا زيد من مستوى الخبرة اللي عندك. طيب هلا آية يمكن انا شفت لوحاتك وغيرت منك لانه انت يمكن تفوقتي علي كمان بترسمي بورتري وانا ما برسم. طبعا انا راح اتعلم منك شويه هيك اسرار بخصوص البورتري بعدين. بس قبلها بدنا نتشكرك كثير ونقول لك عن جد تسلم هالانامل على هالابداع وانت اكيد فنانه بنظرنا وبنظر كل الناس اللي بتحبك. شرفتينا ونورتينا. رح نطلع بريك ومن بعدها راجعين.